ضيف الكريم مرة تانية دكتور عادل الصادق. دكتور، تجربة الحرب عموما بتصنف على إنها كتجربة الحب، لها خصوصياتها على عمومها. طبعا المنطقة العربية يمكن عاشت أقصى مراحلها في فترة الصراع العربي الإسرائيلي، اللي هي من 48 تقريبا لغاية 73، وقيل إنه في تاريخنا العربي كله ما مرناش بمراحل صعبة زي دي إلا يمكن في مرحلتين، مرحلة غزو التتار والمرحلة الثانية اللي هي سقوط الإمبراطورية العربية في الأندلس. عايز أعرف من حضرتك تقييمك لحرب أكتوبر، وإلى أي مدى كان لها تأثير على النفسية العربية بشكل عام، سواء على مستوانا احنا هنا في مصر أو حتى على مستوى المنطقة العربية. تمام. طبعا احنا حوارنا عن حرب اكتوبر في الشهر الكريم ده، كل سنه وانتم طيبين وربنا حضرتك يعيد العام بألف بخير، خير. ما ينفصلش عن قصه الانجازات اللي احنا صحيح كنا بنتكلم عليها على المستوى الاقتصادي ده، صحيح لان طبعا برضو عشان يعني الناس اللي عاشوا الفتره دي عارفين ان كانت المتاعب الاقتصاديه في الحياه اليوميه اللي بيلمسها الانسان في شبه اللي احنا بنعيشها الفترة دي. اكتر من اللي احنا، طبعا لان احنا هنا السلع موجوده، يعني ايه الشيء موجود، لكن وقتها كان الشيء نفسه مش مش موجود. موجود حقيقي. ويمكن احنا كان يقولوا بدل السكر ان احنا نستعمل مثلا كذا، العسل بدل كذا. وانا فاكر حتى في حتى يعني بعد حرب اكتوبر بفتره، يعني يمكن كان قبل استعاده سيناء بالكامل في بدايه الثمانينات، كنا احنا بنعاني في ان احنا مش لاقيين صابون نغسل بيه الهدوم، وما كانش فيه مساحيق غسيل بالمناسبه برضه عشان الشباب يبقوا عارفين، فكنا بنصنع الصابون ده بالزيت بتاع التموين، ونجيب بدل ما نجيب الصودا الكاويه اللي هو هيدروكسيد بوتاس. الصوديوم، كنا بنجيب حاجه تانية اسمها يقولوا عليها بوتاس، اللي هي بوتاس ايه اللي الكاوية. هو هيدروكسيد البوتاسيوم يعني، ونعمل بيه الصابون. كانت قصه يعني ايه في البيوت وبتاع وكده. فطبعا ده وارد، ويمكن سبق انا قلت هنا ان المتاعب الاقتصاديه والكفاح اذا جاز التعبير بتاع الشعب المصري على كافه طوائفه، سواء رجاله او ستات او حتى اطفال صغيرين، بيبقى هو ده المعمل الحقيقي لاعداد الجندي اللي هو خير اجناد الارض. صحيح ما هنا ما فيش، زي ما انا عبرت هنا قبل كده تعبير، قلت انا ما فيش جندي محارب بياكل كبسه مثلا كل يوم، ولا اصلا يعني، طبعا فبياخد تعيين قتال وبيعيش عيشه شظف، لان هو ده التدريب بتاعه صحيح يعني. ويمكن انك احنا تتدرب على الحياة القاسية يعني. ويمكن احنا الاحداث الاخيره اللي بتحصل في فلسطين دي اثبتت ان الجندي المصري حاجه تانية خالص يعني. يعني بتوصل لدوله كامله يتهز الاقتصاد بتاعها، والعمله بتاعتها تنزل الربع، وتبص تلقى حاله خوف ورعب، وبداوا هم يتذكروا 73. نعم وكل حتى الناس المحللين السياسيين كل ما يجي يتكلم يقول ايه احنا اللي حصل معانا في 73، اللي حصل معانا يعني ايه، برضو لا يزال التاثير النفسي موجود لحرب 73 موجود الى الان. طبعا. طبعا التاثير النفسي كان راجع لاعداد الانسان نفسه، لان يعني الجندي المصري اللي تم تجهيزه تجهيز وتأهيله. وتأهيله خلال فترة 6 سنين، دي فترة بعد ما فقدنا أكثر من 80% من قدراتنا العسكرية 67 في 67. فطبعا احنا قدراتنا أصلا على فكرة مش فكرة قدرات عسكرية، الفكرة فكرة قدرات الإعداد النفسي. الإنسان نفسه، تمام، لأن استخدام المعدة بيعتمد على الإنسان، والتفكير في أن تستخدم المعدة لأول مرة زي مثلا إزالة الساتل الترابي باستخدام مدافع المية، هي مدافع المية دي عمرها ما كانت سلاح في يوم من صحيح الأيام، لكن الإنسان بس المصري استحدث في 73. بالضبط خلاها سلاح. قفل أنابيب النابلم تحت القناة اللي كانت هتحولها لمحرقة. لمحرقة تزيد درجة حرارتها عن 1000 درجة مئوية فوق المية وتحت المية يعني، تمام. دي طبعا احنا العلماء بتوعنا برضو ده تفكير الإنسان، إزاي أنا أقدر أعمل مادة أسمنتية تقدر بالبلدي كده تشك تحت المية بحيث أن أنا أقفل الأنابيب دي، دي حاجة. الحاجة التانية التفكير في ان انا ايه ما فوتش انبوبة واحدة، تمام، على مدى 170 كيلو اللي هو على طول قناة السويس اللي هو عرض الجبل. و170 ده رقم فلكي يعني، مش طبعا رقم بسيط طبعا، لان هو بيعمل طبعا. الحكاية دي كل كام كيلو بيعمل واحدة، فده لازم اكون انا اعرفهم كلهم صحيح واعرف خزاناتهم فين، تمام. وبعدين الناس برضو الشباب فاكرين خط بارليف الساتر التراب اللي احنا بنطلعه ده، لا ده خط بارليف ده طوله 70 كيلو وعمقه من 12 ل 15 كيلو، ايوه صحيح و12 ل 15 كيلو عبارة عن دشم وخنادق وتجهيزات وتحصينات معمولة بالأسمنت المسلح وقضبان السكك الحديد، مش معمولة بسياخ الحديد بتاعتنا دي يعني، واحنا عملنا شبيه له في الصحراء الغربية افتكر يعني، تدرب عليه عشان الجنود المصريين. اتدربنا على الساتر ايوه صحيح يعني. حتى فكرة تسلق الساتر الترابي نفسه برضو عمره ما كانت سلالم الحبال سلاح، طبعا. لكن الإنسان المصري وإعداده النفسي والإعداد الذهني والتدريب لا وبعدين هو مش تفكير، طالع كمان بوزنه هو، ده لا طالع ده وشايل بيشيل ده شايل مدفع ميم ده حاجات فظيعة 18 يعني في كيلو ظهره. على الأقل، يعني أو هو 2 والتقل اللي معاه كمان. أو 22 كيلو. وللمفارقة برضو عشان المشاهدين يعرفوا،
حاولوا يعملوا سيميوليشن تمثيل للعبور بعد الحرب ما خلص، فجابوا نفس العساكر بنفس الأوزان ونفس الحبال على ساتر شبيه ما بيه، قدروش يشيلوها ما قدروش يطلعوا بيه. سبحان الله، يبقى كان في حاجة كده. يبقى ده الجانب المعنوي بقى اللي احنا بنتكلم عليه. فطبعا الجانب المعنوي ده مهم جدا، ولسه في ناس في إسرائيل إلى الآن من اللي عانوا المعاناة الهزيمة في 73 بيتعالجوا في المصحات النفسية لغاية دلوقتي. صحيح، تمام. فطبعا سيطر عليهم الرعب بشكل إيه، بشكل رهيب. ده رجع لإيه؟ رجع لإعداد المعنوي الجيد وإعداد الإنسان. فالقصة مش قصة استخدام سلاح. مثال مثلا في الطيران، طبعا الطائرة الروسي اللي احنا كان عندنا مش 17 مش 19 21 كان آخر أحدث حاجة ليها استخدامات معينة. المقاتل الطيار المصري كان بيستخدمها استخدامات، الطيارين عارفين الكلام ده، تستحيل من الناحية الفسيولوجية ان الطيار يقدر يتحمل التحرك بالطائرة بهذا الشكل. تمام. فحتى الأسير الطيار الإسرائيلي بعد ما أسقط الطائرة وتم القبض عليه كان كل همه ان هو يسأل مين الطيار اللي عمل الكلام ده. يبقى العملية راجعة للإنسان أكثر ما هي راجعة للإيه، للمعدة. صحيح. فده اللي احنا بنستفيده من حرب أكتوبر. ففي معارك التنمية اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شوية بنستلهم من روح أكتوبر إن احنا ازاي نقدر نعد الإنسان الإعداد السليم اللي يخليه إنه هو عنده القدرة والثقة. فلو هو عنده القدرة والثقة يقدر يعمل أي حاجة. نعم. دي الاستفادة الحقيقية من 73. لكن لو أتكلم على البطولات فيها، طبعا الحمد لله يعني الشؤون المعنوية في القوات المسلحة كانت وثقت وثقت الأبطال أكتوبر كله. يمكن مشير طنطاوي الله يرحمه من أيام ما كان عميد لسه، فموثقين الشهادة بتاعته في حرب أكتوبر، لأنه كان في معركة قوية جدا هي معركة المزرعة الصينية. المزرعة الصينية طبعا مشهورة. وبعدين الدليل على قدرة الإنسان المصري برضو إن إحنا حتى بعد النكسة بأسبوعين بالضبط كنا في معركة رأس العش بنعمل إنجازات كبيرة، وإغراق المدمر إيلات، غير الرصيف الحربي وبيت شفع وبيت يم اللي إحنا شفناهم في الفيلم اللي اتعمل. فطبعا إحنا ارتدينا بسرعة إن إحنا نستعيد قدرتنا وقوتنا من أول يوم بعد النكسة. لكن التتويج لهذا العمل كان ظاهر في 73. ولما يجي نسمع خطابات الرئيس السادات كان مفوه الحقيقة يعني في كلامه، فكان بيتكلم الكلام بتاعه إلى اللحظة اللي احنا فيها دي. حتى لما حضرش حرب أكتوبر بيتأثر داخليا لما يستمع لكلمات الرئيس، أنه آن لهذا الوطن أن يأمن بعد خوف بعد أن أصبح له درع وسيف. حتى درع وسيف كانت بتتقال بطريقة لا هو كان فعلا كأنك مسح سلاح. كان سلاح هو يعني. كان هو مميز في الحتة دي الحقيقة يعني. طيب هنروح لفاصل مرة تانية ونرجع للقسم الأخير من حلقتنا. سوف برجع لضيفي الكريم وإحنا بنستحضر ذكريات حرب أكتوبر. يا دكتور كنا بنسمع كمان عن معارك مهمة، يعني حتى حرب أكتوبر نفسها كان في أسماء معارك كده كانت اسمها رنان، زي تبت الشجرة، المنصورة، الأمطارة، المزرعة الصينية، عيون موسى، والفردان اللي هي كان قائدها سيادة العميد حسن أبو سعدة، وأسر عساف ياجوري. أسماء المعارك دي ليه برزت كده مع حرب أكتوبر دون غيرها، رغم أن قصص البطولة في انتصارات أكتوبر كانت أكتر من كده بكتير؟ كانت كتيرة. هو طبعا المعارك دي برزت اسمها لاهميتها الاستراتيجيه في موضوع الحرب كله. نعم. يعني احنا طبعا احنا كنا الحروب اصلي انواع، يعني مثلا في الحرب الروسيه الاوكرانيه الروس بيسموها عمليه خاصه، يعني مش حرب شامله بالمعنى، مش حرب بالمفهوم التقليدي بالمفهوم اللي هو ايه، بتبقى مشتركه في جميع الاسلحه. تمام. في وقت واحد لتحليل مساحه من الارض. تمام. بالنسبه للقوه موجوده في اوضاع دفاعيه اصلا، فانت مضطر تستخدم كل القوه بتاعتك يعني. فطبعا دور المعارك اللي هي ذكرت في التاريخ دي كان لها اهميه استراتيجيه في النتيجه النهائيه للحرب. يعني المزرعة الصينية دي لو ما كانش حصل فيها، كانت بقيادة المشير طنطاوي. أيوة. تمام. لو كانش حصل فيها، لو كان أيامها رائد لسه، لو ما كانش حصل اللي حصل ده والصمود لمدة طويلة جدا يعني، تمام، ما كانش أمكن للجيش الثالث إنه هو يقدر يرابط على منطقة المضايق ويفضل مسيطر عليه. ليه؟ لأن لو منطقة المضايق اتخذت منينا كان كل فكرة المفاوضات بعد كده بتاعت السلام مش هيكون لها قيمة. فالكلام حتى في المفاوضات بتاعت كيلو 101 ما حدش قدر يتكلم على الحتة دي. دي سببها ايه؟ انجاز زي معركة زي المزرعة الصينية وهكذا. فكل طبعا ايه كل واحدة من دول كده. لكن في حرب اكتوبر كان كل شخص موجود في الحرب
كان ليه بطولته الخاصة. مم. ويمكن الأمريكان لما بيجوا يعملوا فيلم يعمل فيلم ساعتين ثلاثة على إيه، على مجموعة رايحة تجيب عسكري واحد في حرب الأمريكان هم مهزومين فيها أصلا. تمام، الفيلم ده الناس عارفينه اسمه إنقاذ الجندي ريان يعني. فأنت إيه، الحرب الناس أصلا الدولة مهزومة فيها، دولة كوبا، وعامل أنت فيلم بطولات وقصص، أمال إحنا نعمل إيه؟ فإحنا كل واحد ليه بطولة لوحده يعني. أنا قابلت فرد من الأفراد اللي هم كانوا في سلاح المدفعية، أنا أعرفه شخصيا يعني، فكان بيحكي لي على حاجات. هو طبعا بيحكي بتلقائية المصري العادي، تمام، لكن أنا شايفها بطولة، لأنه هو استخدم السلاح استخدامات فريدة من نوعها وغير تقليدية على الإطلاق يعني. ما فيش حد في العالم يقدر يقول إن أنا ممكن أستخدم مدفعية الميدان في إن أنا أضرب بها الدبابات. من الناحية العسكرية ده شيء مستحيل، مش منطقي. لكن هم في لحظة من اللحظات لقي نفسهم مضطرين لكده، لأن المدفعية بقى مكانها في آخر الخطوط. لكن في لحظة من اللحظات لقوا نفسهم في مواجهة معينة واضطروا يستخدموا استخدام الغريب ده، ونجحوا فيها فعلا يعني. ده مثال لواحد أنا أعرفه يعني، وغيره وغيره. في ناس مثلا، واحد تاني أنا أعرفه شخصيا برضو، كان من ضمن القوات الخاصة اللي هي نزلت وراء خطوط العدو في الأماكن معينة عشان التعبئة بتاعة الجيش الإسرائيلي بتتم خلال فترة معينة اللي هي 48 ساعة، فعايزين يعطلوا تقدم قوات الاحتياط في عملية المساندة وكده. برضو كان ليه بطولات كبيرة جدا، ما فيش مجال نحن. فكل واحد في حرب أكتوبر كان ليه بطولة في حد ذاته. ولو احنا نفتكر حاجة مهمة، ان في التوقيت ده كانت الناس صايمين، تمام، العساكر فطبعا احنا دلوقتي لما بنيجي نصوم بنبقى نتعب في رمضان وكده وبتاع، فتخيل انت ناس صايمين وما توقفوش عن ما دخلوش توقفوش عن التدريب، واخد تعيين القتال في جيف معاه في السترة العسكرية بتاعته دي 3 أيام أو 4 أيام، تمام، ومعاه مية محدودة جدا، وطالع الساعة 2 الظهر وهو صايم ومفطرش، تمام، ويجي عليه المغرب بينسى انه هو صايم وبيكمل قتال، ويجي عليه الفجر ينسى انه هو ما سحرش ويكمل قتال. يعني ايه بطولة من الناحية المعنوية ومن ناحية الحسابات العسكرية ومن ناحية القدرات الجسدية بتاعت الانسان، شيء من المستحيل. ومدرسة جديدة في العسكرية اخترعتها مصر، لا تزال يعني، لا تزال تدرس في العالم لغاية دلوقتي يعني. هو المفهوم السائد من ايام الحرب العالمية الثانية ان الدبابة بتدمرها دبابة، والطيارة بتبقى قصاد طيارة وكده. احنا لغينا الكلام ده كله خالص، وبيجي الافراد المشاة المصريين بينتقلوا بمنتهى الحريه بالار بي جي، ويجي لهم قدره ان هم يواجهوا الدبابات، وطلعت مصطلحات جديده لاول مره في العالم، صائد الدبابات فلان، صائد الدبابات فلان، لدرجه ان في واحد من افراد المشاة اصطاد طياره بالار بي جي. وطبعا ده من الناحيه برضو العسكريه مستحيل، مش استخدام خارج يعني. فطبعا في حاجات كثير يعني، نقدر نقول كده برضو عشان الناس الطيبين في البيوت، ان احنا لما بنبقى مخلصين في اللي احنا بنعمله ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا، ولازم بتكون هي دي النتيجه. طيب الفتره ما بين 67 و73 اتقال ان مصر مش هتخوض حروب، وخلاص مصر مش داخله حرب، وجاء رئيس السادات اكد على الحكايه دي كمان. ما هو دي بقى تاخدنا لفكره خطط الخداع الاستراتيجي، وفكره التجهيز والتاهيل في فتره حرب الاستنزاف اللي هي كانت ارضيه صلبه جدا وقف عليها الجندي المصري في حرب 73. الخطط اللي اتنفذت في 73 وتعدلت كلها اتحطت في الفترة دي، زي المآذن العالية، زي الكشكول مثلا، زي بدر اللي هي تحولت الى بدر بعد كده، وجرانيت بشوية. كل الحاجات دي كانت اسس استند عليها الجندي المصري في، او المصريين بشكل عام استندوا عليها في حرب 73، وهي اللي وصلتنا للنهاية. مظبوط. هل هزيمتنا في 67 هي اللي خلقت الروح دي اللي كانت سبب في نجاحنا في 73؟ تمام. احنا دلوقتي هنقول للناس حاجة الاول بس عشان نبقى احنا القصة مش قصة الهزيمة وانتصار بس. تمام. لو نفتكر احنا ان ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان في انتصار غزوة بدر، مش كده ولا ايه؟ طبعا. بعدها جت غزوة احد، اللي حصل كان في هزيمة. الهزيمة دي راجعة لإيه؟ راجعة لإنه مثلا الناس دي الناس افتكرت إنها مش مؤمنين يعني مثلا، أو مش كويسين مثلا، انشغلوا في أمور أخرى. لا، هو أراد الله سبحانه وتعالى إن هو يقول لك إن الهزيمة واردة،
والانكسارات واردة، لكن هي قوة الإيمان زي ما هيكون بإيه، زي ما قال الرئيس السادات، بفخر واعتزاز، وبعض الاعتزاز إيمان. فهنا في فترة الهزيمة الصمود والتحدي برضو لازم بيبقى جزء من الإيمان. فزي ما احنا عندنا العزة والكبرياء بتاع النصر، احنا برضو عندنا المآسي والانكسارات صحيح. بتخلينا احنا برضو عندنا إيماننا وعندنا صبرنا وعندنا قدرتنا. فدي العبرة من الحياة نفسها، يعني بالنسبة للناس برضو احنا عشان الكلام ده نقوله للشباب، ان الحياة مش كلها حاجات وردية كويس، لكن العبرة في ان انت تكون عندك القيمة اللي تناسب الموقف. فاحنا قيمة الصبر والتحدي كانت مناسبة لموقفنا في هزيمة 67، وقيمة الاعتزاز والثقة كانت مناسبة لينا في انتصارنا في 73. وأخلاقياتنا احنا كمصريين خليت احنا نتعامل على نفس المستوى من الأخلاقيات في الهزيمة، وعلى نفس المستوى من الأخلاقيات في النصر لما احنا خدنا الأسرى الإسرائيليين. شوف احنا عملناهم ازاي، صحيح. تمام؟ فاحنا الأسرى الإسرائيليين لا حصل لتعذيب ولا اضطهاد ولا قتل جماعي ولا مقابر جماعية زي ما عملوا هم، وهذا هو الفرق. فاحنا لما بنيجي نقول ان احنا المصريين نستحق، احنا المصريين نستحق لان اخلاقنا تستحق، بنتعامل بشرف، بنتعامل بشرف حتى في السياسه الخارجيه بتاعتنا كده. فيعني نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يرحم الشهداء، ونسال الله سبحانه وتعالى ان هو يعيننا على امرنا ووفقنا، تمام؟ ونسال الله سبحانه وتعالى ان احنا تتوالى علينا الانتصارات ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، ويخلينا من اهلها ان شاء الله باذن يا الله. رب بشكرك باذن شكرا الله. جزيلا يا دكتور، يعني دايما الحقيقه معلومات قيمة وتحليلات جيدة الحقيقة بنتابعها مع حضرتك في المناسبات اللي زي دي. الأستاذ الدكتور عادل محمد الصادق، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة أسوان، شرفتنا وبشكرك شكرا جزيلا. بشكركم أيضا مشاهدينا الكرام في نهاية حلقتنا النهاردة، وغدا بإذن الله لقاء جديد.